ديال السكينه والمستشفى جا في الموقع زوين. كان واحد المستشفى هنا قديم حيدوه وردوه، هذا مزيان راه ندخل ليه دابا حاليا، تدخل ليه يعني داكشي اللي اتات مزيانين يعني غادي في تقدم ماشي بحال اللي كان. يعني الصحه ولات غادا مزيانه بالنسبه للشيء اللي شفت هنايا غادي مزيان. شنو الاضافه ربما تقدم السكان ديال المنطقه؟ وبزاف ديال الحوايج غتسهل لهم بزاف ديال المسائل. يعني المستشفى قد هذا بهذا الحجم هذا يكون بالنسبه حداك راه ماشي سهله، يعني كينقص عليك بزاف ديال المسائل. المستشفى مزيان ما يبقاش ديك الصعوبات ديال سير وواجي، راك عارف المستشفى مزيان مزيان. شايفين عليه يعني كيفاش كتشوف الاشغال كيفاش هذا؟ لا بالنسبه لهذا اللي كنهضر على المستشفى الاشغال هذا مزيان، هذا مزيان داك الشيء غادي مزيان. كتنتظروا يمتى يفتح؟ وراه كانوا غيفتحوا شحال هذه، حيت انا خدام فيه دابا حاليا، انا خدام الداخل كان غير يحلوا شحال هذه. راه كانت قبل كورونا كانت واحد السرعه يعني غادي الخدمه مزيان، جات دي كورونا هرست كل شيء وبقى دابا كو تيتسناو حتى هي. المستشفى راه كامل داخل، راه الاتات محطوطين كل شيء محطوط كيتسناو الافتتاح ديالو. لا كل شيء محطوط، كل شيء كاين، كل شيء مريق الداخل كيتسناو دابا الافتتاح ديال سيدنا يجي شنو. بالنسبه للسكان مزيان ليهم، كل شيء قريب ليهم اخويا، وزعما الناس غيفرحوا على هذا الحساب، هذا غيفرحوا. أكثر ديال الناس كاين اللي كيمشي من هنا للعكاري، كيمشي حتى لسلا السبيطار ديال مولاي عبد الله باش يتعالج تما. من داروا ليهم هذا المستشفى هنا راه كلشي قريب ليهم، راه مهنيين مع راساتهم على هذا الحساب هذا وفرحانين. جينيرال كيفاش كتشوف هذه المشاريع اللي كتعرفها في مدينه الزيار؟ واخا ولات الزيار اي مشروع كيدار كي دغيا كينوضوا به، دغيا كيوصل ما كيتعطلش على هذا الحساب اللي كنشوف انا في الراي ديالي. وكاين المتابعه، المراقبه كاينه ما كاينش، والوقت هو الوقت، هذا الشيء اللي كاين اخويا. يعني كتنتظروا يمتى انه يفتتح؟ وما كرهناش اخويا، ما كرهناش اخويا، كذب عليك، راه الناس هنا راه مقهوره، مقهوره باش غير الترونسبور باش الديبلاصه حتى لسلا ولا شي مناطق اخرى. هنا كل شيء قريب ليه. هذا المستشفى سيدي مزيان، هو راه زوين، ولكن خص الناس يكونوا متواصلين بيناتهم، يكونوا يعني يكون ماشي غير المستشفى ويجي يدخل، خص الناس يكونوا حتى هذوك الموظفين اللي كانوا تما خصهم يكونوا يتعاملوا مع الناس، يتعاملوا مزيان مع الناس. ماشي وهذا رجاء، هذا راه جهوي، دابا غادي يقول هذا راه غادي يولي جهوي، ماشي صاحب السياسي غادي يبقاو يجيو لهنا. وخص الناس يتنظموا وداك الشيء، والنظام اكثر شيء كل شيء النظام، الا كان النظام كاين كل شيء. كيفاش كتشوف هذه المشاريع الكبرى اللي كتعرفها لمدينه الرباط؟ مدينه الرباط الحمد لله، اللهم لك الحمد، زوينه، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، هو اللي داير لنا واقف على هذا الشيء وحارس عليه، الله ينصرو، هو واقف على هذا الشيء. وخصنا حنا هذا الشيء اللي كيدير سيدنا، خصنا نوظفوه، خصنا نحافظوا عليه، وخصنا داك الشيء اللي قال نديروه. والله ينصر سيدنا ويخليه لينا ويطلنا في عمره. دابا من قربوا لنا المستشفى هذه مزيان علينا، انسان تيمشي تيتعذب تا السويسي وتيلقى الزحام وتيلقى شحال من حاجه، وواحد تيدفعك من هنا واحد من هذه، اللهم من الاحسن قربوا لنا من هنا. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يتيسر الامور وتبقى تمشي على المجال ديالها وصافي. اش نقول لك؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.